لا تصلح البندقية في صيد السمك، ويبدو القلم مكسورا، يرجع ذلك لانكسار الضوء. إذن انكسار الضوء هو انحراف مسار الضوء عندما يجتاز الحد الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكثافة الضوئية. الانكسار في الضوء يبدو الساق الزجاجي عندما يوضع في الماء وكأنه مكسور، ولكن انتقال الضوء من الهواء إلى الماء تتغير سرعته فينكسر الشعاع الضوئي، وبالتالي يبدو الساق الزجاجي وكأنه مكسور.